سي راشد البوصري 30 عام في العطاءات لنادي الرجاء، كان يعني ديما وراء الفريق، كان في المكتب تقريبا هاد 30 عام الأخيرة كلها. البركة في راس العائلة ديالو والأولاد ديالو. احنا كرجاويين يعني ألم كبير، لكن غتبقى الصورة ديال رشيد البوصيري اللي أنا حصل لي الشرف خدمت معاه في المكتب مع السي عبد الله غلام كرئيس، والآن في هذا المكتب اللي كنترأسو أنا غتبقى الصورة ديال واحد السيد اللي كيحب الرجاء واللي عطى الكثير الرجاء.